ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. النهاردة هعلمكم ان شاء الله نرسم مع بعض شفايف بطريقة سهلة، وكمان يكون شكلها واقعي مش زي الشفايف اللي احنا بنرسمها دايما اللي هي شكل عشوائي. اول حاجة هنعمل خط بالشكل ده، خط كده رأسي، وبعد كده هنعمل خط افقي. بعد كده يعني هنا انا بوريكم الشفايف اللي احنا بنعملها دايما اللي بيكون شكلها عشوائي. بصوا شكلها اهي. فالنهارده انا هعلمكم ازاي نعملها بطريقه احترافيه، هيكون شكلها افضل بكتير من اللي تحت. بعد كده هنبدا نعمل قوس لفوق، بعد كده قوس تاني، ده اللي فوق ده اللي هيكون اللي هي الشفه العليا، بعد كده قوس تاني اللي هيكون في المنتصف، واخر حاجه الشفه السفلى. هنبدأ بعد كده من فوق ان احنا نوصل الشفاه اللي فوق دي، الخط اللي احنا عملناه ده نبدأ بعد كده نوصله بالخط الاولاني خالص، وكمان الناحية التانية هنعمل نفس الحكاية، الخطين اللي هم اللي انا حددتهم في الاول خالص عشان دي تكون الحدود بتاعت الشفايف بتاعتي. نفس الكلام هكرره تحت مع الشفه السفلى او السفليه. هوصل القوس اللي انا عملته بالنقطتين اللي انا رسمتهم في البدايه. بعد كده هبدا اوصل النقطه برضو اللي انا عملتها بالقوس اللي في المنتصف، وده هيكون يعني الجزء الاوسط من الشفه. طبعا انا بوريكو ازاي نرسمها باسهل طريقه تدينا شكل واقعي وفي نفس الوقت بقلم رصاص واحد، مش الاقلام اللي هي متعدده او الدرجات المتعدده، لا بنفس القلم هنرسم بيه كل الخطوات. وكمان الناس اللي ما عندهاش القلم الابيض هوريكو ازاي ان احنا ممكن بالودانه بتاعه الودان نعمل دمج الخطوط وتدينا الشادو او الضوء او الظل المطلوب. هنا انا بدأت لما لقيت خلاص الشكل مقبول حددت تاني بالقلم، دوست عليه اكتر شوية عشان الشكل يبان. بعد كده هبدأ تحت اظلل تظليل خفيف جدا من تحت ومن فوق، بحيث ان انا اسيب المنتصف فاضي عشان يديني ظل ويديني شكل واقعي. فالنص هيكون عندي فاضي، هيكون فيه زي اضاءة، والطرفين من فوق ومن تحت هيكون فيهم ظل. بعد كده بالودانه بتاعت الودان او بقطنه او بمنديل، اي حاجه موجوده عندكم ممكن تستخدموها عادي، مفيش اي مشكله، بحيث ان انتوا تدمجوا بيها القلم الرصاص اللي احنا عملناه او الخطوط الرصاص اللي احنا عملناها دي كلها مع بعض عشان تدينا ظل. هبدأ بعد كده ازود تاني الخطوط اللي انا بعملها دي او اللون اللي انا بعمله في النص هنا ده عشان يديني شكل واقعي اكتر كمان، واسيب المنطقة اللي في المنتصف فاضية عشان تديني اضاءة. هسيبكم بقى مع بقية الفيديو اتفرجوا عليه وشوفوا الخطوات كلها، بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة او لو اول مرة تشوفوها، واتمنى كمان ان انتوا تضغطوا لايك تحت على الفيديو لو عجبكم وحابين انزل لكم رسومات تانية من نفس النوعية دي. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.